النجمة هالة صدقي في واحد من الناس مع الدكتور عمرو الليثي. أنا الحقيقة بتربطني صداقة طويلة جدا بضيفتي النهاردة الفنانة هالة صدقي. أنا تحت أمر. كلميني عن بيتك وعن والدك وعن والدتك وعن اخواتك. البنات اللي في سنة ليهم مخيفين تافهين شوية. انت بقيتي بطل جمهور اذن في السباحة. ولغاية النهاردة بعوم. ترضى ان صوري تطلع اقل من صور سيدات المجتمع؟ انا بدعي ان انا ملياش اي عدوات في الوسط الفني. انت قلقانة؟ عايز الحقيقة؟ فكرة ان الفنان يبقى ليه موقف سياسي انت معاه ولا ضد؟ انا دخلت البرنامج ده علشان حاجه جوه نفسي انا شخصيا. لا مش فاهم اشرحي لي. انا بلدي اهم مني، اهم من الفن، اهم من اي حاجه. واحد من الناس مع الدكتور عمرو الليثي تشاهدونا في الاوقات التاليه على شاشه المحور.